حول أوضاع النازحين في الشمال السوري، معنا مراسلنا في الشمال علاء العمر. أرحب بك علاء، يعني مع وصول أيضا مهجرين جدد إلى إدلب وريفها آخرهم مهجري وادي بردة، كيف هي صورة الوضع في مخيمات النزوح؟ نعم، مساء الخير ممكن لك وللسادة مساء النور. المشاهدين. في الحقيقة تكفي صورة هذا اليوم وبرودة الطقس هذا اليوم لتعبر عن حالة المخيمات الحدودية بشكل عام. درجة الحرارة وبرودة الطقس وصلت إلى تحت الصفر، 5 أو 7 تحت الصفر، تجمد للمياه، تجمد لحركة السير بشكل كامل في الخيام. مياه الشرب التي يشرب منها سكان المخيمات الحدودية والخزانات طبعا المهيئة لهؤلاء النازحين تجمدت بشكل كامل، تشكلت كتلة من الصقيع في جميع المخيمات الحدودية لساعات متأخرة من هذا اليوم. أجواء باردة جدا، الخيام التي يعني مر عليها زمن بعيد جدا اهترأت نتيجة هذه الأجواء الباردة. طبعا هذه الأجواء الباردة والتي أدت إلى يعني حالات خطرة جدا في سكان المخيمات في أحوال الناس بالتحديد أثناء تشغيل أو إشعال المدافئ في داخل الخيمة. يعني 6 حالات حرجة من احتراق إحدى المخيمات في أحد الخيام في مخيمات طيب. طيور على يعني في هذا السياق كيف تتحرك المنظمات والجمعيات الإغاثية في الشمال السوري أيضا؟ يعني هل من جهات معنية تابعة للحكومة المؤقتة ربما تعمل في هذا الشأن؟ نعم، جميع المنظمات التي تقوم في العمل في الداخل السوري هي منظمات إنسانية، يعني هناك أكيد تعاون بين الحكومة المؤقتة أو الجهات المسؤولة في الخارج، لكن التعاون الأكبر هو مع الهلال الأحمر التركي، بالإضافة إلى منظمة الإيهاها التي يعني تتكفل في هذه الخيام من توفير أو تأمين المواد اللازمة وبتحديد الأوضاع يعني الاحتياجات الشتوية التي تقدم على السلل الغذائية لمعايشة الناس، لمعالجة أوضاع الناس في ظل نعم. هذا البرد القارس. شكرا جزيلا لك علاء العمر مراسلنا في إدلب.